السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو ديال اليوم إن شاء الله عندنا فيه كريب دو سوا كوريا، شي حاجة مليحة اللهم بارك، وفيه ألوان رائعين تقريبا ما يقارب واحد 60 ولا 70 لون اللي كاينة. طبيعة الحال ما يمكنش أننا نصور لكم كل شيء في فيديو واحد، ولكن غنقسم لكم الفيديو إن شاء الله. اللوينات اللي حطاني لكم اليوم هما هادو، اللهم بارك، تشكيلة واعرة وكريب زوين طايح ديال كوريا المارو، هذا خضر ملكي، كاين هذا الترابي مغلوق، كاين هذا لاموطارد، وكاين هذا موف. اللوان كلهم ما شاء الله اللوينات زوينين. كاين هذا الفير، هذا فير كانار، وكاين هذا النيود، هذا اللون نيود. كاين هذا الفيغ او، هذا الاحمر، وهذا بلون كاسي كريمي، وكاين هذا اللون، هذا موف، هذا موف بارد، راه في الفيديو ما غيبانش لكم مزيان، يعني غيبان لكم فحال شكل بلون كاسي ولا ابيض، ولكن هو راه موف. كاين هذا المعتدله، كاين هذا جون كانار، هذا بلو مارين، وهذا تيركوا. اللون كلهم تبارك الله اللون زوينين، لونين سيك في لون. كاين هذا غوص فيشيا، كاين هذا الفيغ او مغلوق. اللون راه كاينين درجات، يعني الغوص تقريبا فيه شي 5 ولا 6، ولكن قطعت غير جوج، والبلو مارين كاينين شي 3. المهم اللون راه كاينين، كاين ديغراديات. كاين هاد اللوين، هذا تا هو اللون راه كلهم زوينين. هذا تا هو هذا موف، هذا راه موف تا هو، وما غايبان لكم فحال هذا الموف اللي كاين هنا، ولكن هذا فونس عليه شويه. وكاين هذا كراميل، هنا كاين الباج، الوان راه كلهم زوينين، الباج بلوغوا. حاولت نقرب لكم اللوان شويه، هذا خزي، كاين هذا الغوج بريك، وكاين هذا بلو سيل. الالوان كما قلت لكم كاين ما يقارب 60 حتى 70 لون، ولكن ما يمكنش نصور لكم كلشي في فيديو واحد. كاين هذا مرتديل مفتوح بحال الغوص، كاين هذا الفيغ، هذا حتى هو، وكاين هذا الجون بانان، كاين هذا موف، وهذا غوص فيشيا مفتوح. كما قلت لكم الالوان ديال الموف فيهم ديغراديات، ديال الفيشيا فيهم ديغراديات، الالوان كاملين فيهم ديغراديات. كاين هاد الفيغ اوليف، حتى هو لون ناضي زوين، فيغ اوليف. كاين هاد الاورانج، اورانج حتى هو راه كاين تقريبا شي 3 الوان، مي هاد الفيديو كاين فيه غير لون واحد. هذا غري بارد، وهذا غوز، هذا بلو جين، هذا بلو جين مغلوق. يعني اللوان كلهم تبارك الله، اللوان كلهم تبارك الله، اللوان غزالين، لونين سيك في لون، ما كاينش شي لون ناقص هنا بتاتا، واللوان كلهم زوينين. واللي خصاتو شي حاجه مرحبا بي. وبالنسبه للثمن، الثمن هو 140 درهم اخر ثمن، الثمن 140 درهم. خذي واحد، خذي جوج، خذي ثلاثه، اللي عجبك خذي، الثمن هو 140 درهم. بالنسبه للمتراج، المتراج فيه 2 متر و50 على مترو ونص في العرض، 2 متر و50 على مترو ونص في العرض. بالنسبه اللي كتبغي العبار شويه وافي، راه كاين الميتراج ديالهم، يعني صحاب 3 متر وصحاب 4 متر و5 متر، الميتراج وافي راه كاين، اي لون بغيتي فيه الميتراج وافي. كاين هذا اللوين، هذا فير غازون، هذا غوز بيبي، كاين هذا موف، هذا قصبي، وهذا ترابي.
هذا ترابي مفتوح هنا في الفيديو كيبان بحال شكل مرتدله ولكن هو راه ترابي مفتوح. وكاين هذا كرونا الكرونا راه كاين جوج كاين مفتوح وكاين المغلوق. كاين هذا سومو وكاين هذا بلوت جين مفتوح وكاين هذا موف انوي وكاين هذا تيخكوا مغلوق. هاد الالوان هادو هاد العام راه كاينين في طوندونس. وهنا النوار هذا النوار ديالو فونسي نوار ديالو زوين. هنا باج مفتوح وكاين هنا الفيغ كانار هذا حتى هو طوندونس هاد العام هاد اللون هذا. وكاين هاد اللون اورانج فلاشي كاين اللي عزيز عليهم هاد اللوينات كيجيو زوينين في القفاطن. وكاين هذا لا موطارد اللون كلهم تبارك الله اللهم بارك اللوينات زوينين. بالنسبه للمحل ديال اثواب الفردوس احنا كنتواجدوا في الدار البيضاء السيد البرنوسي الزنقه 16 رقم 16 امل 1 يعني ما عندكش فين توضري كاع بتاتا. قصاري ديال اثواب سيد البرنوسي احنا كنتواجدوا في الزنقه 16 رقم 16 امل 1. بالنسبه للناس اللي كاينين خارج الدار البيضاء فراه كاين كليفريو لاي مدينه كاينه كليفريو وكتخلصي سلعتك عاد كتوصلك وفي امان الله وكتوصلك حتى الباب ديال الدار ان شاء الله. واللون تبارك الله هما كما كتشوفوا اللون كلهم ما شاء الله لونين سيك فلون. واللي خصاتو شي حاجه ما عليه غير يسكريني ويصيفط لينا حنا غادي نتكلفوا ونعاودو نصورو لك اللون من جديد حتى يبان لك. بالنسبه لي الى ما بانوش لك اللوينات ومرحبا بكم وان شاء الله نتمنوا ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ومرحبا بالجميع والسلام عليكم ورحمه الله.